الولاد ما تروحوش الداخل، اسمع انفر انفر حطوا هنا أتينا هنا لنغرس الأشجار ويجب علينا أن نحافظ عليها. وأنا تلميذ أتيت مع زملائي لنغرس الأشجار بمدرسة جديدة لأن الأشجار تعطي لنا الظل. نحن أتينا الآن مع مربياتنا ومع أساتذتنا وأيضا مع أستاذاتنا. نحن أتينا الآن لنغرس الأشجار بهذا المجمع الجديد. نرجو من كل الأطفال أن يحافظوا على بيئتهم، وإن حافظوا على بيئتهم ستكون أيضا صحتهم بخير. مجمع المدرسي الجديد، أتينا لنزرع الأشجار لأن زرع الأشجار مفيد. هذه كما تلاحظوا اليوم هذه راهي الدفعه الاولى نتاع الغرس، دائما كما قلنا بمساهمه السيد الشافعي المليح منسق دائره قيس لفيدراليه اولياء التلاميذ. في المستقبل ان شاء الله القريب راح تجي الدفعه الثانيه اللي نكملوا بها تزيين وتجميل المدرسه الابتدائيه نتاعنا، المجمع المدرسي الجديد. اذا المجمع المدرسي الجديد كما تعلموا افتتاح تاعو كان في هذا الموسم الدراسي. نحن متواجدون بمجمع المدرسة الجديد قيس، وعلى غير عادة مبادرات الحكومية مؤسس دار الشباب الإخوزوغي في مدينة قيس. اليوم مبادرة لغرس محيط داخلي للمدرسة وتزيينه، وكما ترون التلاميذ يعني يقومون بغرس أشجار لتكون مدرسة جميلة. نتمنى هذه المبادرة أن تكون عبر كل تراب الولاية، وبالتوفيق للجميع.